أوجه بهذا السؤال للزميل معنا النداف في دمشق. أبو لمياء، يعني ألا ترى بأن هذه النقطة بالنسبة للمنتخب السوري قد تشكل أيضا دافع للقادم المباريات؟ صحيح أن هناك مباراة أستراليا، صحيح بأنها ستكون صعبة جدا، لكن هناك أيضا إمكانية للتغلب على المنتخب الهندي ومن ثم الذهاب للدور الثاني، خاصة مع الظروف التي مر بها المنتخب السوري. كثير من اللاعبين يلعبون لأول مرة مع بعضهم البعض في هذه المباراة كما علمنا. يعني هل أليس هذا كاف لأن يكون نوع من الرضا على الأقل على المنتخب السوري في هذه المباراة؟ أخي أخ حسين، أولا بس بدي أحكي شغلي على الخيارات الفنية اللي قام فيها كوبر، واللي كان إلى ردات فعل متباينة جدا للغاية من أبعاد الكابتن عمر السومة والمواس أو ذلك. صديقي، هل خيار فني هو الكابتن كوبر؟ يعني شئنا ما بينها، هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. أكيد ما في مدرب أو جهاز فني أو مدير فني يسمح بالتدخل بخياراته. أنا سألني أحدهم قال لي عن حول استبعاد توما، أتمنى ألا يندم كوبر على استبعاد توما سوما. المشكلة الأساسية نحن اللاعبين الأجانب المغتربين، عفوا المغتربين بالدوريات الأوروبية أو في البلدان العالمية المختلفة، لم نشاهدهم مع المنتخب. يعني أنا برأيي العمل الجميل اللي سواه كوبر أو سواه اللاعبين هو الانسجام المقبول أو الجيد اللي صار بيناتهم. وأنا النتيجة بالنسبة لي، كنت لو سألتني قبل المباراة شو تتوقع لك بفوز المنتخب السوري، لأن كان في عندي إصرار، نوع من الإصرار، أنا بشعر أنه في نوع من الإصرار عند هؤلاء اللاعبين لسبب واحد. دائما لاعبي المنتخب السوري بتميزوا بهالشغلة، بيحاولوا يتجاوزوا أو يتغلبوا على الصعاب الفنية اللي بتكون واردة أو موجودة بشكل عام. الخيارات الفنية لكوبر، أنا بالنسبة لي كمتابع طبعا راضي عن النقطة. أنا بس يعني ليس الرضا الكامل، لكن أتمنى أن تكون هذه النقطة بشهادة الجميع هي الحجر الأولى أو الدرجة الأولى أو يعني على السلم نحو الأمام. مباراة أستراليا بوجهة نظري أصعب من هذه المباراة بكثير لأسباب مختلفة. يعني وللأسف المنتخب السوري لم يستطع الفوز على المنتخب الأسترالي في مرة، وكان هو حجر أثر لتجاوزنا حتى وصلنا إلى نهاية كأس العالم. المباراة بالنسبة إلى اليوم أنا بالعكس أنا راضي جدا عن النتيجة، راضي على الأداء، راضي وبشكل مقبول على الانسجام اللي ظهر فيه المنتخب. بعتقد كوبر شوي هيك خفف الضغط عنه من المنتخبين إلو كثيرين. وبدي أقول لك شغلة أخي حسين، يعني لا تتوقع في، يمكن لو أردنا تشكيل منتخب بيني وبين أربعة موجودين بالمكان اللي موجود أنا فيه، كل واحد بحط تشكيلة على كيفه. الأمر لا يتعلق، نحن إبداع رأيي وكل واحد أمنياته. طبعا الجهاز الفني أو كوبر لا يتعامل بهذه الروح العاطفية، يتعامل بما لديه من لاعبين، من إمكانيات، من يعني حتى في غالبين في عالم كثيرين مثلا توقع في وين إبراهيم عالمي مثلا هو الحارس الأول بكذا سنة. يبقى كوبر أنا برأيي من بهذه النتيجة وبهذا الأداء وبهذه المباراة يعني أزاح الكثير من الانتقادات، أزاح الكثير من الضغوط الإعلامية وحتى الجماهيرية عليه. بالمهم بالمحصلة جميل. نقطة جميلة جدا. أبو لمياء، هل تعتقد أن كوبر بهذه الاختيارات كان قد جازف بهذه الاختيارات، جازف ونجح في هذه المغامرة برأيك؟ لأنه استدعاء عدد كبير جدا من اللاعبين الجدد، استدعاء مجموعة من اللاعبين المغتربين، هل تعتقد أن هذا نوع من المجازفة؟ بالتأكيد، لأنه ما بعرف، لأنه بالتأكيد هو ما شايفه من قبل وما بيعرف إمكانياته ولا بيعرف قدراته، علما بأنه كان لديه مجموعة جاهزة تماما وموجودة من أمثال السومة وزملائه. لكن كوبر يبدو كان مخططه بشيء ثاني، وهو وضع ثقله على لاعبين من أمريكا اللاتينية، من أمريكا الجنوبية، ووضع ثقله أيضا ببعض اللاعبين الموجودين بالدوريات الأوروبية. وأيضا كان يعني الخليط المتجانس سواء كوبر كان موجود، يعني واضح أنه حتى في لاعبين في الدوري المحلي، في الدوري السوري وفي الدوريات العربية، يعني عندنا مجموعة من اللاعبين
وبالتالي استطاع انه مثل ما لك يكسب رهان او مو كسب رهان، انه ثبت اقدامه وثبت صحه وجهه نظره بهذا الامر. جميل. انا في شغله بس بقول، انا دائما كان يشكو الجميع انه بالمنتخب السوري في مشكله بخط الدفاع، انا اليوم ما شفت في مشكله بخط الدفاع، الامور كلياتها الحمد لله بشكل جيد، لكن كما قلت يجب ان تكون هذه المباراه نقطه البدايه وليست وصلنا لحققنا وحققنا الهدف. جميل، ساعود لك لاحقا في دمشق، من دمشق تعود الى الدولة.